السؤال الأول يقول: موعد تخاف منه؟ لقاء شغل. حيوان يعيش في مناخ بارد جدا؟ دب الباندا. شيء يمكن أن نصنع منه القبعة؟ باص. شيء له حدود؟ الدولة. شيء قد ينبح الكلب عليه؟ الشخص الغريب. شيء يمكن أن تصنع منه القبعة؟ القش. شكرا. حتى إجابتك الأخيرة على السؤال همنا طرحتيه بشكل سؤال، القش؟ قولي القش، صح؟